أنتم الآن في نشرة الموجز. وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التمني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوهاب تيتا بشأن إقصاء متضررين من زلزال الحوز الذي ضرب المغرب العام الماضي من الدعم. وقالت التمني إن الإقصاء من الدعم المباشر وكذلك الدعم المخصص للتعويض عن الأضرار الناجمة عن الزلزال تسبب في موجة من الاحتجاجات بالنسبة للعديد من الدواوير التابعة لإقليم الحوز وكذلك الشأن بالنسبة لإقليم تارو دانتا. وأضافت ضمن سؤالها أن ساكنة جماعات كل من ثلاث يعقوب وإغبار وإغيل وأجوكاك بإقليم الحوز وعدد من الدواوير المتضررة نظموا مسيرة مشيا على الأقدام نحو مراكش قطعوا خلالها مسافة 100 كيلومتر للتعبير عن غضبهم من الإقصاء والحيف الذي طالهم في تجاهل تام لمعاناتهم المتفاقمة. وذكرت أن المتضررين تلقوا عددا من الوعود من طرف مسؤولين إلا أنها لم تتحقق على أرض الواقع حيث لا يزال العديد من المواطنين المتضررين يواجهون متاعب كبيرة وإقصاء من أي استفادة وترك عرضة للتنقل بين الإدارات المحلية دون نتيجة. واعتبرت التامني أن الإقصاء غير مفهوم وطرحت العديد من التساؤلات حول المقاييس المعتمدة لتعويض المتضررين والاستفادة من الدعم ومقاربة الاستهداف في إطار تحقيق الإنصاف والتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عن الكارثة. نظم حقوقيون صباح اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية تضامنا مع المدونة المعتقلة سعيد العالمي وذلك أمام السجن المحلي بعين سبع المعروف بسجن عكاشة تعبيرا عن تضامنهم معها جراء ما تتعرض له من مضايقات ما دفعها لخوض إضراب مفتوح عن الطعام. وندد المحتجون بالتضييقات والاستفزازات التي تتعرض لها المدونة العالمي مطالبين بإطلاق سراحها وسراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقل الرأي بالمغرب. ووفق ما نقلته العائلة عن ابنتهم في تصريح لجريدة الحياة اليومية فإن سعيد العالمي بلغت يومها العاشر من الإضراب المفتوح عن الطعام تنديدا بالممارسات المستفزة التي تتعرض لها داخل سجن عكاشة على رأسها حرمانها من التسوق بشكل يومي من متجر السجن حيث لا تقوم بذلك إلا مرة في 15 يوما وعدم استفادتها من نفس الأكل الذي تستفيد منه السجينات وكذا تعريضها لاستفزاز لفظي من قبل بعض حارسات السجن ونزيلات الجناح الذي تقضي فيه عقوبتها السجنية البالغة مدتها 3 سنوات حبسا نافذا. وطالبت عائلة العالمية المندوبية العامة لإدارة السجون بضمان معاملة كريمة لابنتهم حتى انتهاء عقوبتها السجنية معبرة عن تخوفها من إصابتها بأي مكروه جراء الإضرابات المتكررة عن الطعام. أعلن السفير الفلسطيني لدى بوداست فادي الحسيني أن حكم محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية في غزة سيصدر في غضون أسبوع ويرفع إلى مجلس الأمن. وقال الحسيني ردا على سؤال حول موعد صدور الحكم ستعقد المحاكمة قريبا في غضون أسبوع وتأمل فلسطين أن يكون حكمها في صالحنا. وأضاف سيتم إرسال الحكم إلى مجلس الأمن الدولي مضيفا أنه من المرجح أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقد ضد تنفيذ قرار المحكمة. وكانت محكمة العدل الدولية قد عقدت في لها يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الماضي جلستي استماع علنيتين للنظر بدعوى جنوب إفريقيا الشهر الماضي ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وتتهم جنوب إفريقيا إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة عام 48-900 ألف إثر محرقة اليهود خلال الحرب العالمة الثانية. وتسعى جنوب إفريقيا إلى أن تفرض محكمة العدل إجراءات مؤقتة وهي أوامر قضائية عاجلة تطبق فيما تنظر في جوهر القضية الأمر الذي قد يستغرق سنوات. وتملك جنوب إفريقيا حق ملاحقة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية حيث إن البلدين وقعا اتفاقية منع الإبادة. مزيد من الأخبار لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك بالقناة.